السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف الآن أكثر سؤال في بالكم، كريم ليش جايب الـ 488 سبايدر رغم أنك جربت الـ 488 جي تي بي 2016 وتكلمت كل شيء عن السيارة؟ كلامكم صحيح، 23 دقيقة في حلقة السابقة كانت صراحة الحلقة لوك 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 لوك. ليش؟ تفاصيل، تاريخ، الديتيلز، أسرار، كيف الأيروديناميك بيمشي، كل الأشياء، وليش سموها المحرك بهالاسم، وليش سموا السيارة بهالاسم، وكل هالقصص. فضروري جداً يا عشاق التفاصيل وبرنامج تست درايف تحضروا تجربتي للـ 488 جي تي بي 2016. ليش؟ لأن اليوم أنا جبت هالسيارة لسبب واحد، اللي هو أنا حسيت بالحلقة الماضية 23 دقيقة أني قصرت معاكم في الطرب. لذلك اليوم الحلقة راح تكون طربية. نحن اليوم عم نصور في الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد، ولكن نحن اليوم في أماكن بعيدة جدا 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 عن كل الناس، في طرق صحراوية خارجية. ليش؟ عشان نتسارع براحتنا بعيدا عن الناس، ما نسبب أذى لأي حد أو حتى أزعاج من صوت السيارة. مين بنزعج من صوت فراري؟ في ناس ممكن تزعج من أصوات كبار السن ولا كذا، فنحن نبعد، منريح راسنا، ما منسبب إزعاج لحد ولا منسبب أذى لحد، فمنصور بطرقات خارجية بعيدا عن الناس. فراري 488 سبايدر، شو بتفرق عن الـ 488 جي تي بي الكوبي العادية؟ باختصار 50 كيلوغرام فقط فرق الوزن، يعني وزن السيارة هاي اللي معانا 1525 كيلوغرام بدل 1475 كيلوغرام مقارنة بالـ 488 جي تي بي. كل الناس بتقارن الـ 488 مع الـ 458 بشكل منطقي، هاي شركة إيطالية عريقة، بالتأكيد كل شيء بالـ 488 حيكون أفضل من ناحية تسارع، صلابة، خفة وزن، وكل شيء بشكل عام الـ 488 أخف من الـ 458 بالتأكيد. ولذلك أنا ما حقارنها بالـ 458، قارنها بشغلة واحدة بس، عشاق التنفس الطبيعي بالـ 458 للأسف حيخسروا متعة التنفس الطبيعي بالـ 488 اللي معانا لليوم. عشاق هذا النوع من المحركات اللي تنفس طبيعي، ولكن بكل صراحة إذا كان الـ 458 عندك 9000 RPM مع التنفس الطبيعي V8، صراحة هاي السيارة أيضاً V8 ولكن توين توربو. اوكي، الـ RPM عم بوصل لـ 8000، هذه كانت 9000. طيب متعة القيادة اختفت؟ 661 حصان V8 3.9 لتر، إذن عندك قرابة 99 حصان أكثر من الـ 458. العزم 760 نيوتن متر. أنا الآن على جير سابع، شوفوا فئات التوربوهات. جير سابعة فتح البوس، فتح، شوف البوس كم، هاي التوربو عندك 14 PSI 15 على جير سابع. السيارة وصلت سرعة 140-150 وأكثر، وكانت عم تتسارع ومرتاحة. هاي فئات التوربوهات، انت بترفع على جير سابع. طبعا جير السياره دبل كلتش، هذا الجير معجزه. طبعا هذا الجير مطور، واكيد فراري مستخدمين خبرتهم بانظمه نقل السرعه من الاف 1، من سيارات فورمولا 1 بشكل عام. فمو بس بجير سياره، بمحركات السياره فراري بتشارك باي شيء اسمه سباقات فورمولا 1، جي تي 3، اي شيء براسك ممكن تشارك فيه فراري، اي سباقات، تحمل، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. فمستخدمين كل خبراتهم. لذلك في ناس تشتري فراري ما تشتري أي نوع آخر من السيارات. ليش؟ بسبب الخبرة ودقة القيادة. من أمتع السيارات بالقيادة فراري. تذكر الـ 458 سبيشيالي، من أكثر السيارات استمتعت فيها، حتى الـ 488 الستيرينج بتحسه جزء منك، قطعة منك، تحرك السيارة جدا بالملي. صح إن السيارة دفع خلفي، ولكن عندك نظام SSC، هذا النظام مطور، كان موجود أوردي على طراز الـ 458 السابقة، هذا الجيل الثاني منه. شو هذا النظام؟ شنو SSC؟ بلا فزلك يا كريم، ترجمنا يعني سايد سليب كنترول، تحكم السيارة من الانزلاقات أو السيطرة على السيارة من الانزلاقات الجانبية. سيارة دفع خلفي صح؟ لنفرض واحد غشيم حط وضعية القيادة على سيتي أوف،
لنفرض اجت لفه، اجت لفه مثلا، لف السياره هيك شوي شوي، اوكي ممتاز، ولفت السياره معاه شوي، شوف السياره على طول رجعت تتماسك بفضل هالانظمه اللي تلعب على موضوع انظمه التعليق وكل شيء في السياره كمبيوترات لترجع السياره للسيطره. يعني السياره بتشوفوها بالحلبات بتفوت لفات يمين يسار بسرعات عاليه، بتلاقيها ماشي درفت عرض، ماشي عرض في الحلبات بفراري. نعم، ليش؟ انظمه مساعده بتعطيك فن، بتعطيك متعه، وبنفس الوقت بتكون مسيطره على السياره. بس لو انت حطيت ESC off اللي هو خلاص فصلت كل انظمه التماسك والتراكشن، وين حبيبي بقول لك اذا انت مو قد هالحركه هاي قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله ودوس. انتبه، اوعى تفصل انظمه التماسك بالسياره. 661 حصان مو لعبه، اذا المكان مو امن لا تسويها. سبايدر الكشف الموجود هارد توب، كم بيحتاج من الوقت عشان تكشف؟ 14 ثانية فقط. هل انت لازم تكون واقف وقوف تام؟ لا ما في داعي، عم بنزل السرعة الان لنشوف. المفروض 30 مايل يعني تقريبا 47 46. انا عم بنزل الان السرعة، صرت 50 عم ببلش الان، اوكي 45 هاي. انا بتمشى ما في داعي وقف وقوف تام، وسقف السيارة بيتسكر. على فكرة تسارع السيارة من 0 ل 100 3 ثواني، ما تفكر في فرق كبير إذا أنت معاك الكوب أو الجي تي بي ولا السبايدر. بعد ال 200 تفرق معاك السيارة، بعد ال 200 حتحس أنه ال 488 جي تي بي حتكون أسرع، بس مو فرق كبير، يا دوب ثلاثة أجزاء من الثانية بين السبايدر والجي تي بي، طبعا لصالح الجي تي بي. شيء مؤكد لأنه السيارة كشف. هل انا بشتري السبايدر ولا الكوبيه؟ بشكل عام اذكركم انه باوروبا بال 458 السابقه اللي هي تعتبر 488 هي البديله لها، باعت فراري باوروبا طرازات الكشف اكثر من طرازات الكوبيه. فبكل صراحه هل تشتري الكشف ما تشتري الكوبيه؟ نعم صح، ما حتشوف المحرك الورا دائما مثل الكوبيه، ولكن اخذ سياره سريعة ما فرق كثير بالوزن بين السيارتين، يعني لو واحد متين شوي خلاص 50 كيلو الفرق، بس عندك انت تعادل. فلو انت عايش حياتك كل يوم بالحلبة اوكي خذ الكوبي، بس اذا انت اخذ سيارة تستمتع فيها صراحة خذ الكشف، تستمتع فيها بالاجواء الحلوة، او حتى اذا رحت حلبات سيارة بالاخر بالحلبات حلوة جدا، صلابتها ايضا اعلى من ال 458 ايطاليا الكشف اللي كانت سابقة بمقدار 25%. فانت عندك سيارة روعة في الحلبات وفي الشوارع. ما حكرر معلومات لانه انتوا حتقولوا كريم وين التفاصيل، وين ازرار، وين البترول، ما بعرف شو، كل ارقام نفس الشيء. شوفوا الحلقه 23 دقيقه اليوم، السياره ما عندها تفاهم بال 140. السرعات المنطقيه مو موجوده بسجلاتها ودفاترها لل 488 سبايدر من كثر السرعه نسيتني اسمها. اسمع الصوت الداون شيفت يا اخي، خطير خطير. على فكره انظمه التعليق الموجوده في السياره مو وظيفتها فقط تعطيك راحه لما تضغط على البامبي رود، لا حبيبي، هاي الانظمه مسؤوله عن تماسك السياره حتى. السياره عباره عن انسيابيه عملاقه. ليش؟ نفس الموضوع، فراري عندهم خبره كثير كبيره بالايروديناميك من خلال مشاركاتهم بالاف 1، فعندهم اير تانل خيالي، فالسياره عباره عن نحته فنيه.
وتكلمت عن هذا الشيء أو منحوته فنية، مو نحته، منحوته فنية. ليش تكلمت عن هذا الشيء بالحلقة السابقة؟ سيارة من الأمام للخلف كلها عبارة عن فتحات، ونحن حتى مسكة الباب تفتح الباب لها دور كبير بالأيروديناميك. حتى الديفيوزر الخلفي كله له خاص بالأيروديناميك، كل الأشياء، القطع الموجودة بالأسفل الديفيوزر تفتح وتسكر، طبعا خصك فيها تفتح على كيفها هي وتسكر على كيفها وقت تشوف إنه هي بحاجة. وطبعا ما في جناح مثل مكلارن 650S. ليش أنا محتاج الجناح؟ أنا بحاجة جناح بفراري، خبرتهم الكبيرة مش بحاجة لجناح. ليش؟ سلامتكم والله. شفتوا تصميم السيارة وشرحته من قبل كيف أسلم على نفسي، بتعطيك داون فورس خيالي وبشكل رايق. طيب بشتري فراري 488 ولا بشتري لامبورغيني هوراكان؟ بشتري فراري. ليش؟ لأنه بكل صراحة والتصميم مسألة ذوقية، لامبورغيني هوراكان مقارنة بأسطول اللامبورغيني تعتبر مو حلوة. لا 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 ما بمزح، بحكي جد. ليش؟ السيارة وين الغضب اللي فيها؟ وين تصاميم لامبورغيني اللي تعودنا عليها بالأفنتادور، بالجلاردو، بالمارشلاغو؟ وين تصاميم فتحات؟ هوراكان عبارة عن سيارة تصممت عشان تبيع، عشان ما يلحقوا بيع، عشان ينتجوا كميات أكثر. فبكل صراحة فراري 488 أجمل من الهوراكان، ولكن من المنافس الثالث والخطير؟ 650S من مكلارن. صراحة مكلارن شكلها فضائي بالبترفلاي دورز، الأبواب كيف تفتح، وتصميم جناح عملاق. أنا من محبي الأجنحة بالسيارات، يعني مثل مكلارن طبعا، مو جناح هذا بيركبوا على السيارات مش عارف إيش، لا يعني جناح بيكون يفهم عليك. أما الفراري بتكون بالتصميم بالمركز الثاني بالنسبة لي، والهوراكان خلوها بعيد لحالها. الآن المنافسة صارت أقوى بين فراري ومكلارن، لأن المحركات الاثنين توربو، ولكن لامبورغيني ما زالت تغرد خارج السرب بمحركات التنفس الطبيعي. فاللي حيشتري هوراكان حيكون هو رايح لعشاق الموتور سبورت والمحركات ذات التنفس الطبيعي. ولكن موضوع الشكل عشان ما حد يزعل مني، الهوراكان نزل عليها كم بديكيت وتعديلات صراحة حلوة، جملوا السيارة أكثر من ما هي ستوك. بال 488 من فراري أن السيارة تنفع تكون استخدام يومي. نعم. ليش؟ سبورت مود، بامبي رود، أوتو، سيارة ولا أهدأ ولا أروع، سيارة جدا ممتازة. ولكن مو وقت الديلي يوز اليوم، أنا وقت اليوم أطربكم اليوم، أنا وعدتكم اليوم طرب، أنا وعدتكم اليوم يكون موضوعنا كله طرب. دوار عندك سرعات، يعني طبعا طرق خارجية، ضل أذكر أنا دفع خلفي ما عندك مشكلة. أحلى شيء بالسيارة أنه بتخاف على نفسها، يعني عندك أزرار، شاشات عديدة، الـ VDA Vehicle Dynamic Assistant اللي هذا الزر في النص تضغط عليه بيطلع لك شاشة بتراقب لك السيارة حالتها حاليا، بتقول لك أنا تعبانة، بتقول لك ريحني، بتقول لك روح دوس. مثل الآن أنا عندي green light، مكاتب لك go engine دواير، حتى إطارات السيارة الدواير بيطلع لك عليهم لون أخضر. أوكي، ممكن تكتب لك سيارة warm up، يعني سخن الدواير بعدين تعطيك go، بس إذا كتبت لك over يعني وقف، أنت قسيت على السيارة جدا. رغم أن السيارة صراحة مجربة بأجواء خيالية، شفت اليوم تصوير حتى بسناب شات نزلت لكم فيديوهات دعس دعس دعس، صوت 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 صوت، الحرارة دائما كانت كاتبت لي go، والسيارة كاتبت لي go، مو فارق معها. فأنت كل شيء فيك تراقبه من خلال السيارة، حتى فيك تراقب الديفرنشال الإلكتروني الموجود بالخلف اللي هو بيعمل عمليات أينشتاين ما بيقدر يتخيلها. مين أذكى واحد في العالم؟ ما بعرف، ما بيقدر يتخيلها. السيارة عبارة عن كمبيوترات عندها استعداد تعطيك متعة غير منتهية، وبنفس الوقت تكون محافظة على سلامتك إذا أنت محافظ على سلامتك. أما إذا أنت قررت تبيع العقل سلم لي على السلامات. أوكي، فالسيارة بتراقب لك كل شيء، كل أنظمة التماسك، كل أنظمة التراكشن، كل أنظمة الدفرنشل، كل أنظمة التوربوهات، حتى فيك تراقب التوربو، حتى أنت عندك اللاب تايم، كل الأشياء فيك تراقبها من خلال الشاشة الموجودة على يسارك، وفيك دائما تشوف سرعتك. على جير خامس، فتح توربو. الله، اللاج يكاد يكون معدوم بال 488. ليش؟
اللاج أقل من جزء من الثانية، 0.06. فأنت يعني ما بتلحق أصلاً أنك تخلص الدوسة كاملة للآخر وتمسك الستيرنج صح إلا التيربوهات تكون فاتحة. طبعاً 661 حصان على 8000 RPM تأخذهم أنت، و760 نيوتن تأخذهم على 3000 RPM فقط. ليش؟ تون تيربو شغالين. طبعاً أنا ذكرت سابقاً ورح أرجع أذكر اللي هو الكمبرسر ويد، فراشات التيربو باختصار مصنوعين من التيتانيوم عشان يتحملوا ضغط عالي وحرارة عالية. الآن حتحكوا لي كريم وين تفاصيل أكثر، ما تكلمت كثير عن السيارة، وين معلوماتك تعود عليها. برجع أذكر روح شوف الحلقة 488 GTP 2016 23 دقيقة مفصلة بالكامل السيارة، وأتمنى تعجبكم. أما اليوم فقط انطربوا واستمتعوا بجمال السيارة وتصويرها، و استمتعوا بصوتها أكيد. لا تنسونا من لايك شير سبسكرايب الفولو كل مكان، احنا معاكم. انا اسرع من السيارة ولا هي، انستغرام فيسبوك تويتر سناب شات كل مكان، جوجل بلس احنا معاكم، وللعالمية باسم العرب مع عرب جديد. حياكم الله، واسمع اسمع الداون شيفت، معادلات الجير خيالية مقارنة بال 458. شو رايك عند الطلع هناك؟ صح؟ نفس التفكير انا شفتها. يلا وقف بس لازم نلف ونرجع نصفون عشان نجهز المعدات. يا صباح الخير، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اليوم عندنا تصوير حلقة مهمة كثير. طبعا احنا واصلين على موقع التصوير بكير شوي عشان نجهز لهذا التصوير، لأنه راح نصور. هسه أفرجيكم كيف راح نجهز. نكشف المكان هذا كله وهذا كله للطيارة عشان نعرف كيف راح نصور فيه. أبو عزيز، أبو عزيز غني عن التعريف، ما في داعي أحكي لكم.